بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، نحييكم ونتواصل مع هذه التحديات، مع هذه الانطلاقات في هذا اليوم وفي هذا الاحتفال السنوي الكبير، شوطنا 18 الخاص بالجعدان الحقايق لمسافة 4 كيلومترات. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لكل المشاركين ولكل الباحثين عن لقب ناموس في هذا المهرجان الغالي على قلوب كل مشارك في هذا العالم الساحر، عالم الأصايل. نتابع هذه الانطلاقات ونبحر مع هذا السير الجاري من الجعدان هنا في ميدان الوثبة في عاصمة الميادين والملايين. نبحر مع المركز الأول النشمي، وهو نشمي على الصدارة لعلي بن عناد بن عبيد الخاطري، من يحتل الصدارة ويدفع هنا بالنشمي على المركز الأول. بينما نتابع المركز الثاني والضاح من توضع حموره على المركز الثاني في هذا الانطلاق لعلي بن سالم بن علي بن سالم الغيلاني، هنا قادم من السلطنة ليعلن مشاركة هذا الشعار في هذا الشوط. نقلتنا إلى المركز الثالث في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق شاهين لعبد الله بن محمد بن سالم الحكماني، من يحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع غياث هنا ياتي رابعا لحمد بن سعيد بن محمد بن سالم الشامسي، من يحتل المركز الرابع في هذا الشوط. بينما المركز الخامس، خامس المراكز وخامس التحديات، هنا موجود لصالح بن حمد بن صالح راعي الطيره العامري يحتل خامس المراكز. اما في المركز السادس، ونتابع سادس مراكزنا في مسار هذا الشوط، هنا الوري، الوري اللي قادم بكل قوه في هذا المسار، مطر بن حمد بن عصيان المنصوري سادسا. بينما المركز السابع، سابعا الباهر، الباهر سعيد بن محمد بن سعيد الاكتبي، من يقدم هنا الباهر في المركز السابع. المركز الثامن، نتابع الانطلاق من قبل موادع لخلف بن راشد النايلي الشامسي، يحتل المركز الثامن ويندفع هنا في مسار هذا الشوط. ثم على تاسع التحديات، الله الله الله، وصل القفاية لعبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي، وعاشر مراكزنا، عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات، هنا وارد في صندوق الصادر والوارد في هذا الانطلاق لعبد الله بن مبارك من قران بن راشد المنصوري. هذه مراكزنا، هذه مراكزنا العشرة الأولى المتقدمة، بقية الأسماء، بقية الشعارات، بقية الأسماء هنا متواجدة هنا في هذه اللحظات الجميلة. يا سلام يا سلام، تغييرات هنا طرت وجدت هنا على المركز الأول. الله 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 الله، يا سلام، موجود وهو بالفعل موجود في يوم الوجود على أرض الوجود. الله يا سلام يا موجود لصالح بن حمد بن صالح بن حبتور العامري، يعلن هنا هذا التحدي بأنه موجود في المركز الأول، يرفع هذا الشعار الأحمر الخطر في الانطلاق. المركز الثاني والتحدي من مودع لخلف بن راشد النايلي الشامسي، هنا قادم بكل قوة على المركز الثاني. ثالث مراكزنا وثالث التحديات، الباهر لسعيد بن محمد بن سعيد الاكتبي، هنا الأسماء تتحرك، والكيلو الأخير كيلو العمليات، كيلو العنفوان، كيلو التحركات. حرك يلي بيحرك، روح يلي بيروح، التصدر والبداية هناك على المقدمة على المركز الأول. موجود صالح بن حمد بن صالح بن حبتور العامري، والتحدي هنا قادم مع الباهر، الباهر 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 سعيد بن محمد بن سعيد الاكتبي اللي تحرك مع الباهر في مسار هذا الشوط. وهناك التحدي القوي والمثير، الوضيحي الوضيحي
الوضيحي لعبد الله بن سالم بن عبد الله بن شامس الوهيبيه بن شامس الوهيبيه وضحت اموره مع الوضيحي مع الوضيحي هنا للسلطنه ابناء السلطنه واهل بديه حاضرين بالانطلاقه السلام يا سلام روح 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 انطلق انطلاقه صاروخيه نحو الصداره نحو الفوز نحو الزعفران في هذا المهرجان في هذا الانطلاق الله يا الوضيحي عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شامس الوهيبي سلام يا اهل بديه سلام 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 مشكور يا بن حلوس اسعد الله صباحك يا بن حلوس تهانينا والناموس على فوز الوضيحي بالمركز الاول سلام وتحيه واحترام المركز الثاني وصل في المركز الثاني غزيلان لسالم بن علي بن حمد بن فيد المري والمركز الثالث ثالث مراكزنا وصل مشكور لحمد بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي والمركز الرابع المركز الرابع ايها الحفل الكريم ضاري نواف بن فاضل بن عبد الحاج المزروعي والمركز الخامس المركز الخامس وصل فيه مشاهدي الكرام هو منهي المبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المهيري هذه مراكزنا هذه مراكزنا الخمسة الأولى ما شاء الله وتبارك الله سلام يا بن حلوس سلام سلام يا بن حلوس وسلام يا ابناء السلطنة تحية وسلام على فوز الوضيحي واسفر بالفعل طايره على ناموس الوضيحي تهانينا لك يا مالك الوضيحي على هذا الفوز والانتصار توقيته الزمني مع الأربعة كيلومترات 6:47 توقيته مع الأربعة كيلومترات 5:47 وأربع أجزاء الثانية تهانينا لمالك الوضيحي عبد الله بن سالم بن حلوس الوهيب التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح يتحطم التوقيت مشاهدينا الكرام مع الوضيحي المركز الثاني مشاهدينا الكرام المركز الثاني والتوقيت الزمني 5:49 وأربع أجزاء من الثانية مع بن فهيده في مسار هذا الشوط المركز الثالث المركز الثالث مع حمد بن سعيد بن بدر العليلي وتوقيته 5:50 وست أجزاء الثانية مشكور يا بن بدر تهانينا لكل الفائزين التحية تستمر والانطلاق